الحوثيون المدعومون من طهران يغتالون حليفهم. تحالف صالح مع الحوثيين ضد محيطه العربي، لم يدرك أن إيران وأذرعها لا حليف لهم. قتل بعد أن انقلب على سياسة أذرع طهران التخريبية لينكشف أمام العالم البربرية الإيرانية مع حلفائها. فهل تتجرع قطر من نفس كأس صالح؟ بعد أن تحالفت مع إيران ضد محيطها الخليجي ودعمت الحوثي ضد الشرعية اليمنية وسخرت إعلامها لأجندات نظام الملالي وأصبحت دولة منعزلة عن محيطها العربي كصالح الذي انعزل هو الآخر عن محيطه، فهل يلقى تميم نفس المصير؟